حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إن أول ما يقضى فيه بين العباد ثلاثة نفر: رجل أعطاه الله علما فدعاه فقال: عبدي ألم تكن جاهلا فعلمتك؟ قال: بلى يا رب. ثم قرره الله بنعمته فأقر بها، فقال الله: عبدي ماذا عملت لي؟ فقال: تعلمت من أجلك وعلمت من أجلك. فقال الله: كذبت. وقالت الملائكة: كذبت، إنما تعلمت ليقال فلان عالم، وقد قيل: اذهب به إلى النار. ثم يؤتى برجل جواد فيعرفه الله نعمته فيعرفها، ويقول: عبدي ألم تكن فقيرا فأغنيتك؟ ألم تكن كذا وكذا؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول الله: ماذا عملت لي؟ فيقول: أنفقت من أجلك وفعلت وفعلت. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما أنفقت ليقال فلان جواد، وقد قيل: اذهبوا به إلى النار. ورجل قتل في سبيل الله، أي فارس شجاع أعطي الشجاعة والقوة، فجاء به فعرفه الله نعمته وقال: ألم تكن ضعيفا فقويتك؟ ألم تكن كذا وكذا؟ فقال: بلى يا رب. فيقول الله: ماذا عملت لي؟ ما أعظم من سؤال ماذا عملت لي. الدنيا كلها لا يسأل عنها، لا يسأل إلا عما يراد به وجه الله. ولذلك قال الله سبحانه: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لا تنفع الأماني، ولا تنفع المظاهر، ولا تنفع الألقاب، ولا تنفع الكلمات. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الآخرة تزول معها الأماني، وتزول معها الأمور التي لا يراد بها وجه الله، ولا يبتغى بها ما عند الله، ولا يبقى إلا ما أريد به وجه الله. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إذا ذكر هذا الحديث يغشى عليه رضي الله عنه وأرضاه. وحقيق بكل طالب علم وبكل مسلم إذا سمع هذا الحديث ووعاه وتأمله أن يقدره حق قدره، فإنه لا يدري. نسأل الله بعزة وجلاله وبأسماء الحسنى ألا يجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن قلت له صدقت وقالت الملائكة صدقت. اللهم اجعلنا ممن أراد وجهك وابتغى ما عندك. المسلم ينبغي أن يراقب الله سبحانه وتعالى في كل ما يقوله وكل ما يعمله. طوبى لمن ملأ الله قلبه بالآخرة، طوبى لمن ملأ الله قلبه بحبه والرضا به سبحانه والاستغناء به جل جلاله، فتوجه بقلبه وقال به إلى الله سبحانه، لا يتكلم بكلمة ولا يعمل أي عمل إلا وهو يرجو ما عند الله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شهد الله أن العاقبة والآخرة للمتقين، ولا تقوى إلا بإخلاص، لا تقوى إلا إذا اتجهت القلوب كلها إلى ربها، وأصبح العبد في حركاته وسكناته وكلماته وأفعاله وشؤونه كلها يريد ما عند الله، يريد الآخرة. الدنيا تحت قدمه، أحب ما عنده أن الناس لا تشعر به، وأحب ما عنده أن يكون العمل بينه وبين الله لا ترمقه فيه عين ولا يشعر به أحد من خلق الله جل جلاله. فهنيئا، ثم هنيئا لمن رزقه الله الإخلاص، وهنيئا لمن أمسى وأصبح وليس في قلبه إلا الله. أقواله وأفعاله وشؤونه وحركاته وسكناته كلها لله. ولينظر كل متكلم وكل عامل ما الذي قال وما الذي عمل وما الذي أراد من قوله وعمله. فالكلام مكتوب والأعمال مكتوبة، وكلها معروضة على الله سبحانه وتعالى، لكنها إذا عرضت على الله لا تعرض سدى، لا تعرض هكذا هملا، إنما تعرض مقرونة بالقلوب. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إذا حصل ما في الصدور في السرائر والضمائر، ماذا تريد يوم جلست؟ وماذا تريد يوم تكلمت؟ وماذا تريد
يوم فعلت ويوم أخذت ويوم تركت، وكله على الله جل جلاله يسير لا تخفى عليه خافية، فهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد جل جلاله وتقدست أسماءه. فالله الله في الإخلاص. إذا خرجت من بيتك إلى أي مجلس علم فأول ما تنظر إليها النية، ماذا تريد بخروجك؟ لا تخرج للناس ولا تخرج للقاء الأصحاب والأحباب، ولكن لله وفي الله، وتغبر قدمك ابتغاء مرضات الله. ومن يفعل ذلك فإنه خير لن يكفره بين يدي الله، فإن الله يكتب الحسنات ويرفع الدرجات، من زرع الخير حصده، ومن بذر المعروف وجده، والله لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى. فالله الله في الإخلاص. الإخلاص التوجه إلى الله جل جلاله بالكلية، والشعور أن الذي يكافئك وأن الله يعطي المثوبة لك على أتم الوجوه وأكملها. وما يدريك فلعل مجلسا أخلصت فيه لوجه الله وذرفت فيه عينك من خشية الله بدلت فيه سيئاتك حسنات، وما يدريك فلعل مجلسا من المجالس يقلبك الله فيه من السعداء. والله كريم، الله في كرمه ورحمته وبره وإحسانه فوق ما تتخيل. فبغي من بغايا بني إسرائيل بعيدة عن الله، بعيدة عن طاعة الله، كثيرة العصيان والاعتداء لحدود الله، مرت على كلب فسقته من الظمأ وهو يلهث الثرى فسقته، فشكر الله معروفها فغفر لها ذنوبها. فإذا كان هذا في شربة ماء فكيف في العلم الذي هو أحب الأشياء إلى الله؟ فلا تكتب ولا تسمع ولا تعمل أي عمل إلا وأنت تريد ما عند الله سبحانه وتعالى. وتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة حينما كانوا يخلصون لله عز وجل ويريدون ما عند الله، واقرأ سير السلف الصالح من الأخيار والأئمة الأبرار والصفوة الذين اصطفاهم الله لهذه الأمة فجعلهم خير سلف لها، كيف كانوا في إخلاصهم وحبهم لله واحتقارهم لهذه الدنيا في غرورها وفتنتها، كيف كانت أحوالهم وكيف كانت شؤونهم، وما هي كلماتهم التي خرجت من القلوب عن لذة وجدوها وحلاوة أصابوها من المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. فهنيئا ثم هنيئا لمن رزقه الله الإخلاص. إن المخلص يبني لنفسه من الحسنات والدرجات فوق ما يخطر له على بال. يقول بعض السلف: كم من عمل قليل عظمته النية، فلعلك أن تنظر إلى هذا العمل وهو يسير ولكنه بالإخلاص كثير. والله ما أضاع أحوال الناس إلا فوات الإخلاص. مدار الدين كله على الإخلاص، مدار الدين كله على المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم يا أكرم من سئل ويا خير من رجي وأمل، يا من يعطي تفضلا وتكرما، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تمن علينا بالإخلاص وأن تذيقنا حلاوته ولذته. اللهم اجعلنا من المخلصين، وثبت أقدامنا على الإخلاص إلى يوم الدين، وابعثنا مبعث الصادقين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.